في علاقة بالمتقاعدين، امبارح رئيس الجمهورية في استقباله الوزير الشؤون الاجتماعية قرر أنه يزيد في الشهاري تاع المتقاعدين. كيفاش تقبلت القرار هذية كمتقاعد؟ قرار تقبل الناس كل بفرحة كبيرة برشا، سيرتو المتقاعدين. انا نقول بارك الله فيه السيد الرئيس وشكرا اللي هو خذا معناها على عاتقه وزاد للمتقاعدين بالنسبه للقطاع الخاص. الوحيد لفت به بصراحه من طرف الرئيس. راهي 7%، ثم ناس تاخذ 200 دينار، ثم ناس تاخذ 150,000. يا سيد الرئيس تعمل مزيه، زدنا زياده باهيه، راهي ما عندها مزيه. زياده باهيه؟ على الاقل واحد يولي 600 700 على الاقل. قرار كبير برشا. ان شاء الله يلقى باش يقاوم معناها. يمول القرار هذا يتمنى باش ياخذ كيلو غله 8,000 تمشي للخو خندرسيه وغيرها والمشماش 8,000، لكن نهار كيلو كرموس معناها نشوف فيه ب 14,000. باه يرحم والديه سيد الرئيس باش نعاودوا ننتخبوك اول حاجه، وثاني حاجه راهي 7%، ثم ناس تاخذ 200 دينار، ثم ناس تاخذ 150,000. يا سيد الرئيس تعمل مزيه، زدنا زياده باهيه، راهي ما عندها مزيه. زياده باهيه؟ على الاقل واحد يقول لي 600 700 على الاقل. ايه تو 200 دينار واحد. شكون تاخذ انت كل في الشهر؟ شكون؟ انت كنت تخدم وين تخدم؟ ما عملت ما عمل هذه يجي لي. قداش تاخذ؟ وين تخدم وقداش تاخذ؟ ناخذ 30,000 في الشهر، السالير تاع قبل تاع سبعينات. تاخذ 200 ما يصبش عليك بالكدا، تو تاخذ 200 دينار. 200 دينار. تحب تو 700,000. على الاقل 700 به. وعلى يزيدك 500؟ اه على الاقل. ما زيدنا خلاص اخويا زيدنا 500 المتقاعدين. القرار معناه قرار صايب. تعرف واش عطاه ولا؟ نعطيك التليفون اقراه في بالك ولا؟ اعطاه معناه فهمتي ولا؟ قرار نادى السي كمال المدوري تاع الشؤون الاجتماعيه واعطاه قرار صايم، اعطاه فهمتي 7% في خمس يبدا من ماي من ماي 2024، واعطاه 7.5% معناه 2025 من جانفي. معناه والغاء حكايه هذيك نتاع سمي معايا الغاء للقطاع الخاص وحده والقطاع العام وحده، باش يولي منه هكا احنا ما هو القطاع العام القطاع تاع الضيوف العموميه عندها قصد في 2025 في جانفي باش نولوا كيف كيف مع بعضنا فهمتي ولا؟ معناه التوحيد باش ما يقولش هذاك هو خذا وهذاك ما خذاش، فهمتي حديثي ولا لا؟ انا نقول بارك الله فيه السيد الرئيس وشكرا اللي هو خذا معناها على عاتقه وزاد للمتقاعدين بالنسبه للقطاع الخاص. المتقاعدين القاعدين يعيشوا فيها كان مشاكل تاع المتقاعدين ظروف باقي، نرجع للكلمه اللي قالها السيد، هي ظروف قاسيه. في علاقه بالمتقاعدين، امبارح رئيس الجمهوريه في استقباله الوزير الشؤون الاجتماعيه قرر انه يزيد في الشهاري تاع المتقاعدين. كيفاش تقبلت القرار هذية كمتقاعد؟ قرار تقبل الناس كل بفرحه كبيره برشا، سيرتو المتقاعدين. وثم ناس شاريه مضعيفه برشا برشا، معناها ناس تقصف 200 و300,000. ما تنجمش تعيش البشر، لا تعيش ولا تخلص سكريات، تخلص ماء، لا تخلص ذو. وهنا المتقاعد ديما يعيش في الروج، يقبض باش يعيش باش يجدد الروج نتاعو. معناها البنك ديما تسالو وتزيد تاخذ عليه ليزانتيري نتاعها. دونك استقبلوا ان شاء الله تكون زياده الحدث في مستوى معناها زياده، تكون زياده باهيه بطبيعه باش تفرح الناس الكل، تفرح العائلات. عندنا حوالي 800,000 متقاعد، مش شويه شوف 800,000 اسره قداش وراها، كل اسره وراها 3 و4 من الناس، على الاقل 2 ملايين تونسي باش ينتفعوا بالقرار هذا. ومباركوه القرار، مباركوه القرار. وما يفكر فيهم حد راهو. ما يفكر فيهم حد، متقاعدين لا يفكر فيهم لا اتحاد، لا يفكر ما يفكر فيهم حد. الناس الكل تجري على الخبزه اللي حاضره، الاتحاد يتكلم مع الناس اللي تعطيه فلوس اللي مازالوا يخدموا. كنت معاه خرجت التقاعد تعتبر تلغيت من الوحده. الوحيد من عهد بورقيبه الله يرحمه. وبن علي وندرسيه حد ما تلفت لهم متقاعدين. حد ما تقاعد لهم، قرار كبير برشا. ان شاء الله يلقى باش يقاوم معناها باش يمول القرار هذا. نحكي على الظروف نحكي على المتقاعدين، شنو ظروف المتقاعدين في 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 تونس؟ ظروف المتقاعدين في تونس كيفاش؟ ظروف المتقاعدين صعبه برشا. كيفاش؟ الناحيه الاولى ان المتقاعدين اولادهم كبروا، هما درجه اولى
درجه ولا معرضين للمرض، معناها الشر الشهريه تمشي في المرض في الدويات وغيره. الحاجه الثانيه كونها ولادهم بطاله، تجيب ساعة لولدك 5000 ولا ما تعملش بك دخان وقهوه، اشترى ولادها بطاله. دونك هنا مسات كبيره، خلي اذا ما نحكوش سيرتو في العاصمه، اذا كان كاري واذا كان كذا واذا كان ما عنده وين، ما ينجمش يوصل، ما ينجمش يوصل بكل بكل، صعيب عليه الحياه برشا برشا، صعيب عليه برشا برشا. الغله يتمنى فيها باش ياخذ كيفاش؟ يتمنى باش ياخذ كيلو غله 8000، تمشي للخوخ وندرسيه وغيرها والمشماش 8000، لكن نهار كيلو كرموس معناها نشوف فيه ب 14000. سحبوا معناها جوست يعيش على الفوتات كما يقولوا، وقول اذا كان كمل الشر من ناحيه مع الغلاية مع الدنيا يظل يبقى مصر. لا الدنيا غلات برشا، وشاريها هي بيدها، وباقي معناها وما تتزاد الشاري الا ما تتزاد الشاري نتاع القاعدين اللي كيطلعوا في السميك، هو قانون ظالم من قبل. هو الرئيس ده اعلن على انه الاجر الادنى خاصه في القطاع الخاص يزيد، معناها اوتوماتيكمون انا تهمني اكثر من القطاع الخاص، يهمني امور المتقاعدين، يهمني امور المتقاعدين. المتقاعدين ما يتكلم عليهم حد، الاتحاد ما يتكلمش عليهم بكل، يعتبر عباره فهمت. الوحيد لفت به بصراحه من طرف الرئيس. انت كما تقعد في الاخير، شنو مطالبكم؟ مطالب اخرى تحبوا توصلوها للمسؤولين؟ شنو الحاجات اللي ربما ما توصلش للمسؤولين لازمكم توصلوها انتم كما تقعد؟ والله برشا حاجات، مثلا كدواء في الكلام، ثم برشا دواء ماهوش مدرج في الواحد. تشريب الفلوس يقول لك لا مش مدرج في الكلام. فما الدواء الجنيس، احنا ننصحوا الطبيب باش من الاول يعطينا الدواء الجنيس، ما يعطيش دواء يجي من برا وبعد نقولوا ما هو جنيس ويقول لك الكلام، تقول لك خلص، تقول لك خلص الكلام، ما يعترفش به الكلام، عباره ما يعترفش به الكلام. دونك ربي سهل ان شاء الله، قرار باهي وطيب. في علاقه بالمتقاعدين، البارح رئيس الجمهوريه في استقباله الوزير الشؤون الاجتماعيه قرر انه يزيد في الشهاري تاع المتقاعدين، كيفاش تقبلت القرار هذايا كمتقاعد؟ قرار تقبل الناس الكل بفرحه كبيره برشا، سيرتو المتقاعدين. انا نقول بارك الله فيه السيد الرئيس وشكرا اللي هو خذا معناها على عاتقه وزاد للمتقاعدين بالنسبه للقطاع الخاص. الوحيد لفت به بصراحه من طرف الرئيس. راهي 7%، ثم ناس تاخذ 200 دينار، ثم ناس تاخذ 150000. يا سيد الرئيس تعمل مزيه، زيدنا زياده باهيه، راهي ما عندها مدى. زياده باهيه. على الأقل واحد يولي 600 700 على الأقل. قرار كبير برشا. إن شاء الله يلقى باش يقاوم، معناها يمول القرار هذا. يتمنى باش ياخذ كيلو غلة 8000. تمشي للخوخ وندرسية وغيرها والمشماش 8000. لكن نهار كيلو كرموس معناها نشوف فيه ب 14000.